وظيفة حضرتك هنا ايه بالظبط؟ انا قائد سريه هنا في مشاه تبع الكتيبه الخامسه، مشاه ميكانيكي. تمام. القائمه باعمال حفظ السلام في جمهوريه افريقيا الوسطى. لنا مهام كتير، المهام اللي هي النمطيه احنا بننفذها على مدار اليوم اللي هو طابور العمل الثابت، غير المهام اللي بنكلف بيها. طب ايه الظرف اللي يضطرك انك تشتبك او تبدا تنفذ مهمه؟ ايه القواعد اللي بتنظم ده؟ يعني ايه المشهد اللي انت لو شفته لازم تاخد فعل او تاخد اكشن وتتحرك؟ حضرتك يعني احنا عندنا قوانين او قواعد للاشتباك. لازم الاول بناخد اجراءات الاول انذار، تمام، وبعد كده بنحاول نتفاهم مع العناصر اللي الاشتباك اللي احنا نشتبك معاها او العناصر الشغب، تمام، ونحاول نوصل معهم يعني ايه على قد ما نقدر بطريقه سلميه ان احنا نفض الشغب ده. لو الموضوع تطور بنحاول نستخدم قنابل الدخان والقنابل المسيله للدموع بحيث ان احنا نفض الاشتباكات والمواقف اللي بره او اعمال الشغب اللي بره من غير اي خسائر. لو تطلب الامر بدخول اسلحه والتعامل بالاسلحه منهم، بنضطر بقى ان احنا نحاول نشتبك وبندخل عناصر الاشتباك وبنحاول نستقطب منهم العناصر اللي هي بتقودهم بحيث ان احنا نحاول نفض الشغب في اسرع وقت باقل خسائر. انت كظابط مصري ربما كانت خدمتك مثلا في احدى الكتايب او السرايا او الالويه في مصر. تمام. لما جيت هنا نظرتك اختلفت ازاي لدور بلدك عموما؟ وانا فندم دي يعتبر اول خروج ليا من ارض الوطن، تمام، اول سفريه ليا هنا بالنسبه لمهام حفظ السلام. فده كان بالنسبه لي شيء تجربه جديده وحاجه متحمس لها جدا. وما جيت هنا شفت قد ايه مصر كبيره، شفت مكانه مصر في عيون الدول دي كلها، وشفت يعني قد ايه القوات المسلحه المصريه، الجندي المصري بيبقى ليه لمسه في العالم كله كفعلا شجاعه واقدام، وان هو بيحقق المهام المطلوبه في اسرع وقت، والجاهزيه المصريه للجيش المصري في تنفيذ المهام. بجانب كده يعني هنا الامم المتحده والقوات الهيئه القياده بتاعت الامم المتحده بتعتمد اعتماد كلي وجزئي على الكتيبه المصريه في تنفيذ المهام، خاصه المهام الغير نمطيه. يعني ايه مهام غير نمطيه؟ اللي مش متحدد له المكان، اللي متحدد له على الخريطه، او اللي انا مكلف باعمال التامين او اعمال السيناريوهات اللي هي في الاماكن دي، او بالاعداد اللي هي بيبقى متوقع حدوثها، او مثلا لو حصل مثلا اعمال عدائيه على اي دوله اخرى من ضمن القوات المشاركه في حفظ السلام من الدول الاخرى، تمام، والموضوع مثلا ما قدروش يتصدوا له فبيدخلوا القوات المصريه ده كدعم ليها، تمام، في العمل العدائي ده، بحيث ان عارفين القوات المصريه دي بيبقى لها الغالبيه والقوه، تمام، وسرعه الجاهزيه لتنفيذ الاوامر، واحنا ما بنتنازلش عن تنفيذ الاوامر. وغير كده احنا بنسعى وبنبذل اقصى مجهود لتحقيق الاهداف بتاعتنا.